السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أحب. اليوم راح نكمل كرونيكل أوف إنفينيتي، نشوف اللعبة وين راح تاخذنا. لعبنا أجزاء كذا، يمكن 9 أجزاء من هاي، وراح نلعب الجزء العاشر إن شاء الله. أسوي لودينج، يعني لودينج قصير. I will notice their يقول اكو لاعبين تم بلوكهم، يعني حجزهم من اللعبة، ما يدري شلون اللعبة، ما ادري ليش يعني. تصل ايضا يقول ظروفه خارجة عن الطاقة، عن سيرفر، يعني سيرفر ما دخلهم. ما علينا، نبدي اللعبة. هذا سيرفر اوروبي، يو يعني اوروبا، يوروب، سيرفر اوروبي قاعد العب فيه. اوروبي اللي بال48 صار، ما شاء الله احلى من ساعات كلش. نبدي مشيناتنا، اكويب، اقول له يوز، هذا يرفع الباور ايضا مالك، لازم ترفع الباور مالك، باعتبار كل ما صعد الباور مالك زادت قوتك. الاعداء هم اللي جابهونك يقوون بوجهك. فصعد الباور مالك قد ما تقدر. نقول له يوز، طيب نحكي ويا الميرا. الميرا عندها كلام تقوله، اوسم تقول راح ذير يو ار، هذا انت هيد تول اي سي ذاتس ذا هوست لوت سيرفرز عند اورنج. تريدني اروح للاثار، والاثار موجودة بالعمق، تقول وجدت اشارات من الغزاة هناك. وناتج عن الستار باور قوة النجم، لازم اروح واشوف هاي الاشارات شنو. طيب سليم دوناو تشالنج، راح اروح تشالنج. هذا الوحش الرئيسي، بين تعال تعال هناك، تعال 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 هناك. مات
خلنا ناخذ هذا الجوائز. اتصلنا عليه. next in 3 seconds. تنتظر 10 ثواني وهو ينقلك. خلنا ناخذ جوائز. ليفل 49 صعدنا. يوز منقص يقول ذا سيج I hear that Elmira is sending you on her reconnaissance things. يقول سمعت Elmira does attack ب الركنس هذه هي المشينات الصغيرة يعني مو الكبيرة. Top sound allied forces must be up to something. يقول هما القوات الأعداء جاي يدبرون إن شاء الله يعني ثانية. But remember to keep an eye out for benefits from the aliens too. يعني يقول خلي عينك عليهم. I think you must hear about aliens. أكو واحد من الغرباء أو الغزاة اسمه فولت. After the incident comes to the opening of the vault and hands in the gold. يقول بعد ما تفلش الاجتماع مالهم اجى هذا فولت واستلم زمام الأمور. طبعا هذا من الاعداء من الغرباء. يقولوا القوات تدعم التحالف. You are made a great contributor to the aliens. يقول دمرت الاعداء وسويت وايد شغله فيهم. You may claim your rewards of gold. يعني يقول وإلك جوائز من ذهب تقدر تطلبهم بأي وقت. نطلبهم ناخذهم. رجعت لرميرا ذا ستار جارديان حارسة الحراس والنجوم. After remember look up the sky when you are in deep sea the sky from above. يقول لما تكون في البحر العميق انظر إلى السماء. والسماء راح تباركك. يعني هاي عندهم أسطورة. هي تحس يقول أسطورة يؤمنون بالخرافات والأساطير طبعا. As I have said before, يعني كما قلت من قبل, we have always been blessed by the gods. إحنا مباركين من آلهة. Regularly bestowed upon the painful roses from the sky. ريم تقول وبركاتنا تجي من السماء. قلت لكم يؤمنون بالخرافات. حتى الآلهة استغفر الله يا رب عندهم أكثر من إله. استغفر الله كل شيء عندهم إله مثل اليونانيين. إله الريح إله الماء إله. اللهم إني أعوذ بك. Castanians allows the warriors to the legion to go and claim their treasure. بس هاي خطأ. تقول الغرباء يسمحون للمحاربين ان يطالبون بكنوزهم. اعتقد هاي خطة تصدونهم. If you have joined الليكوي. تريدني انضم للليكوي اللي هو الدوري شباب. انا ما فارغ من الدوري. I'm going to give you everything for others. I hope you will find
ما اريد الدوري يا الميرا، سلعتي قلبي. كذا التحدي، اروح للتحدي. تنين تعال تنين، أخيرا وصل تنين يا عزيزي. ما يفيد بيهم تنين دول، لا يفيد بيهم شيء. انتصرنا عليهم، شايفين 10 ثواني الله يرجعنا. جوازنا كريم، حلو حلو، نطلنا ركوبة بس لا بايسكل. They find any times in the seat, sir. We don't know you relax. يقول أريد راحتك، إحنا they are not just wanting to Almira. أنت you are not reporting to Almira. يقول ما جاي تقدم تقارير لألميرا. I am just asking how to كجولي، بالمناسبة أنا بس أسأل سؤال فضول يعني، ما أخذنا I want to get some clubs and grounds for يقول هذا اللي راح يعطيني اياه الركوب، اعطاني اياها طبعا بس انا ما اخذها. شو نسوي فيها يعني؟ حتى من نهتي بمكان ضيق شايفينه قبل، اقولك هذا تنين ذهبي مدري شنو طاني. طيب ناخذ جوائز، هذا عرض 5 ستار، عرض 5 نجوم مال جير. مال الجير اللي هنا قلنا معدات مال التطوير، هاي مورونز، هاي الآثار اللي قالت عليها الميرا. تشالنج تحدي، ناخذ التحدي هذا.
كريستال اخذناها. هذولا والله مو هنين دولا سوق عليهم. هذا المتحدي والله شنو انت سبايك ديمون شيطان سبايك. فلسك فلسك فلشتك أخيرا. خلنا ناخذ الجوائز بس نمشي بينهم ايش تاخذهم. راح نكتفي بهذا القدر حبايبي، ألقاكم في لقاء جديد. هذا أخوكم ماجد، في أمان الله.